وقد تأكد الدعاء في الحج في ستة مواطن، في ستة مواضع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها. الموطن الأول من مواطن الدعاء في الحج، وهو أطول ما نقل إلينا من الدعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر أول ما زالت الشمس. قال العلماء إنما كان الجمع جمع تقديم ليتسع الوقت للدعاء. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم توجه، ركب ناقته ووقف عند الصخرات واتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس رافعا يديه، حتى إن ناقته مالت فسقط خطامها فتناوله بيده الأخرى ويده مرفوعة صلى الله عليه وسلم، بقي رافعا يديه. انظر إلى هذا الوقت الطويل، ساعات، ربما تصل إلى 4 أو 5 ساعات وهو يدعو ربه. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا ينبغي للحاج أن يستحضر هذا الأمر وأن يحرص على الدعاء، لا سيما في هذا الموطن في عشية عرفة. الله عز وجل يدنو ويباهي ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا اشهدك أني قد غفرت لهم. فالحاج يجب أن يهيئ نفسه لمثل هذه المواطن، مواطن الدعاء، ويستحضر قلبه. وإن من الخذلان ومن الخسارة أن تجد بعض الحجاج وقد بذلوا أموالا وتركوا أوطانا وهجروا أهلا يأتون إلى هذا المكان وفي هذه الساعات بل الدقائق يضيعون أوقاتهم في القيل والقال والنوم وربما المزاح، وإذا دعا الواحد منهم يدعو دقيقة أو دقيقتين أو قليلا ثم ينقطع. هذا لا شك أنه من الحرمان، واجب على من يسر الله له الحج أن يغتنم هذا الوقت العظيم، هذا الموسم وهذا الموطن الكريم، وهذا الوقت وقت الدنو الإلهي، وقت العتق، عتق الرقاب من النار وإجابة الدعوات والتجاوز عن السيئات. فهذا هو الموطن الأول من المواطن التي يتأكد فيها الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثاني في مزدلفة مشعر الحرام بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام وقال وقفت هنا ومزدلفة كلها مشعر، وبدأ يذكر الله ويهلل ويدعو إلى أن أسفر. الموطن
الثالث من المواطن التي يتأكد فيها الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى أيام التشريق، يوم 11، 12، 13، بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يأخذ ذات اليمين ويتقدم ثم يدعو. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا طويلا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة أنه دعا بمقدار سورة البقرة. والموطن الرابع بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق، إذا رمى الجمرة الوسطى ينحدر ذات الشمال ويدعو كذلك طويلا. والموطن الخامس فوق الصفا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل الصفا وقرأ الآية قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتبرها فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرفع يديه ووحد الله وكبر، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، بين ذلك دعا ثلاثا، والموطن السادس في فوق المروة يفعل مثل ما عمل فوق الصفا، هذا أيضا من مواطن الدعاء. هذه ستة مواطن نقل إلينا وجاء فيها الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتأكد فيه الدعاء، والدعاء هو العبادة، ومن أعظم شعائر العبادة العبادة لله وتوحيد الله. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حينما يؤكد الحاج في هذا المواطن أن دعاءه لله وحده، أن دعاءه لله وحده يؤكد توحيده لله في أنه لا يدعو إلا الله، وأن أعظم الضلال أن تدعو غير الله، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.